السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. معانا المجموعات دي، احنا هنقسمهم على 3 مجموعات علشان اللي عايز حاجة ياخدها، واللي عايز برضو الكمية على بعضها، 3 مجموعات على بعضهم ياخدهم. احنا هنسيب في صندوق الوصف رقم اللي هو عداد للوقت المجموعات، يعني هكتب العداد ورقم المجموعة هتلاقيه في صندوق الوصف عشان تروح للمجموعة بسرعة. طيب هنشوف عينة من الاهالي علشان تعرف مستوى الحمام ده ايه. ده عينة، الإضاءة مش مبينة قوي. ده عينة، دي المجموعة الأولى عبارة عن جوزين زغليل باللون الأسود، جوزين زغليل زاجل باللون الأسود، ما شاء الله صحة وحجم، خالية من الأمراض يا جماعة. الزغليل بسم الله ما شاء الله. زغلول بيلمع، صحته ما شاء الله. طبعا زي ما شفنا الأهالي، دي زغليل معتمدة على نفسها، 4 زغليل، لكن دول للأسف غير مدبلين، ما فيش فيهم دبل، لأن ما يعني سهى عليا إن أنا ألبسهم دبل لحد ما عدى ميعاد. طبعا حضراتكم عارفين تلبيس الدبلة له ميعاد. بداية سعر الجوز في المزاد 50 جنيه، اللي هيزود بال5 جنيه يا جماعة زي ما احنا عارفين من خلال تعليقات الفيديو على يوتيوب، وليس على الخاص وليس على الفيسبوك. يبقى كده المجموعة الأولى عبارة عن جوزين زغليل، هنشيل المجموعة الأولى ونحط المجموعة التانية. المجموعة التانية جوزين زغليل لكن دول مدبلين، كلهم لابسين دبل الاتحاد اللي هي لونها أخضر دي، كلها لابسة دبل الاتحاد للمجموعة دي. برضو بداية سعر المزاد في المجموعة التانية 50 جنيه. التسليم في دمياط يا جماعة، شرط المزاد تسليم في دمياط، والزيادة برضو 5 جنيه. يبقى كده مجموعتين، هنشوف فاضل معانا المجموعة التالتة. برضو المجموعة دي قبل ما انسى باللون الاسود كلهم الجوزين دول، يبقى المجموعة الاولى والمجموعة التانية باللون الاسود، زغليل معتمدة على نفسها، زاجل محترم يا جماعة بسم الله ما شاء الله اهو، صحة وحجم ومواصفات. يبقى فاضل المجموعة التالتة. المجموعة التالتة 3 زغاليل اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، برضو مدبلين لابسين دبل ال3 زغاليل، لكن هو حجم اصغر شوية، ده معتمد على نفسه، لكن الاتنين دول لسه مع اهاليهم، لكن يقدروا ياكلهم الحمد لله، يعني باذن الله يقدروا يلقطهم لوحدهم. برضو بداية سعر المزاد 50 جنيه. طبعا الاولوية للي هيطلب ال3 مجموعات على بعضهم،
هيكون له الأولوية التسليم في دمياط يا جماعة، وزيادة بال5 جنيه. بداية سعر المزاد 50 جنيه، واللي يزود يزود بال5 جنيه فقط. كده خلصنا الحمام الزاجل. هنخش بقى على الطلب اللي انا هنطلبه، طلب لشراء زغاليل حمام لاحم. يعني انا عايز اشتري زغاليل حمام لاحم بالمستوى ده، محتاج زغاليل اللي عنده في دمياط او قريب من دمياط يقول لي الزغاليل تكون في المستوى ده. محتاج 4 أو 5 جواز زغاليل حمام لاحم تكون في المستوى ده بشكل العين دي، مش عايز الجفن الابيض بشكل الجفن الاحمر ده، يكون قريب من دمياط او من دمياط يفضل لو في دمياط. يكتب لي في التعليقات لو موجود عنده وانا اتواصل معه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حمامة اللي جفنها الأحمر تحب تبص في عينيها، الجفن الوردي ده تحب تبص في عينين الحمامة، عينين الحمامة مش حاجة تانية يعني. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله تبارك الخلاق. يبقى محتاجين 4 إلى 5 أجواز زغاليل معتمدة حمام لاحم، زغاليل لاحم معتمد على نفسها للبيع في دمياط. محتاجين 4 إلى 5 أجواز زغاليل المستوى ده. اللي عنده يكتب لي في التعليقات او يسيب لي رقم تليفونه في التعليقات وانا اتواصل بيه، ونستلمهم منه وقت ما ايه في المكان والوقت اللي هو يحدده. انا اشتريت يعني عملت لكم فيديو قبل كده بالحمام اللاحم، لكن هو ده اللي عجبني رغم ان ده حجمه اقل، لكن حبيت شكل الحمامة كده مش عارف ليه. يبقى هو ده اللي احنا محتاجينه من حضراتكم. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.